تخليد هذه الذكرى تواكبها كذلك ذكرى من أعز الذكريات على المغاربة، وهو ذكرى المسيرة الخضراء وعيد الاستقلال المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. وبعد فتلبية لدعوة النيابة الإقليمية للمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير يعني لإقليم آسفي الصويرة واليوسفية ممثلة في شخص السيد النائب المحترم رامية في مساهمة المجلس العلمي المحلي ودائم المجلس العلمي المحلي يشارك في مثل هذه المناسبات وفي غيرها في برنامجها الاحتفالي بهذه المناسبة، مناسبة ذكرى عيد الاستقلال المجيد. ويشرف المجلس العلمي أن يشارك عزاءنا وأبطال بلدنا الحبيب المغاور الأشاوس فرحتهم ومناسبتهم، وهي مناسبة المغاربة قاتبة، شاكرا كل أساتذة الفضلاء الذين أبوا بدورهم إلا أن يسهموا بمداخلتهم في هذه الندوة العلمية التي تعرف برجال المقاومة وعلى رأسهم المغفور له محمد الخامس طيب الله طراه والمغفور له الحسن الثاني طيب الله طراه وما قدمه ابنه المبارك مولانا أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده ما قدمه من أعمال جليلة في كل القطاعات يعني بهذا البلد الحبيب، وهذا ما نلمسه جميعا ويلمسه العالم يعني كله. فطبعا قلت دائما تواصل مع هذه الشباب مع هذه الفئة الشباب لنعرف بما معنى الوطنية في الإسلام ولنغرس فيهم يعني هودشة الوسطية والاعتدال ولننزع منهم أفكار ربما تكون أفكار مدسوسة مغشوشة لنبين لهم الصورة من منظور الشرعي، وهذا ما أثلج صدورنا أن كان هناك تجاوب مع كثير ومع جل الشباب بهذه الندوة العلمية وبتنسيق طبعا مع دار الشباب أو المديرية الإقليمية لإدارة الشباب. ودائما المجلس العلمي يتواصل مع الشباب ومع ساكنة هذه المدينة من أجل تثقيفهم تثقيف يعني هذه الفئة ومن أجل أن نكون إن شاء الله تعالى دائما معهم قلبا وقلبا تحت ظل قيادة الرشيدة مولانا أمير المؤمنين محمد السادس نصره الله وأيده. عبد الحفيظ المجاهد المدير الإقليمي لوزارة قطاع الثقافة بأسفي، ففي غمرة احتفال الشعب المغربي بالذكرى المخيدة لعيد الاستقلال المجيد وكذلك الذكرى المخيدة لاسترجاع الأقاليم الجنوبية اللي هي المسيرة الخضراء، تشرفنا هذا اليوم بتنظيم ندوة علمية بتعبير ومشاركة الإخوان ديال المندوبية السامية قضاء مقام جيش التحرير وكذلك الفضاء التاريخي بأسفي ومشاركة إخوان المجلس العلمي لجنة تنوير النشأة ديالنا والحاضرين بأهمية هذه الذكرى وكذلك من أجل رفع القيم قيم المكافحة الشعب المغربي من أجل استقلاله وللعيش في هذه الرفاهية وهذا الازدهار تعرفه المغرب حديثا تحت الرعاية السامية والقيادة السامية لمولانا الإمام الملك محمد السادس نصره الله وأيده. لينخرط المغرب بعد ذلك في إكمال وحدته الترابية. بسم الله الرحمن الرحيم، اليوم كنتأموا في هذا الملتقى في هذه الندوة الفكرية اللي نضمنها بمناسبة الذكرى تخليد ذكرى 66 للأعياد الثلاث المجيدة بتعاون مع مديرية الشباب قطاع الشباب اللي كنقدموا لهم الشكر الجزيل والامتنان العميق بهذه المناسبة على التعاون ديالهم والتنسيق، وحنا دائما في إطار يعني التربية على القيم المواطنة والوطنية نسعى دائما إلى تخليد هذه الذكريات بما يليق بها من عظمة وإشلال.